عدنا لحضراتكم وكعادتنا في الجزء الثاني من حلقه الجمعه بيبقى معانا كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والكاتب الصحفي المعروف. بنحط النقط على الحروف كده في بعض القضايا. طبعا هو وحشنا الحقيقه، احنا بقالنا 3 أسابيع ما التقيناش عشان كانت ظروف التغطيه بتاعه الحج، وبعدين الاسبوع اللي فات كان التشكيل الوزاري او كان في يعني ارهاصات التشكيل الوزاري، لكن هذا الاسبوع خلاص اعلن تشكيل الوزاره وتشكيل الحكومه والحمد لله كل شيء على ما يرام. واشتغلنا مع حضراتكم امبارح والنهارده يعني نشفع لانفسنا انه يكون الامور اكثر استقرارا، طبعا يكون في شيء من القضايا او جزء من القضايا او بعض القضايا نقدر نحط ايدنا عليها. والحقيقه كنت بكلم الاستاذ كرم قبل الهوى احنا هنتكلم في الحقيقه يعني بالمعهود عنه، قال لي لا احنا هنتكلم شويه اسئله كده او نطرح شويه اسئله بما يخص الوزراء الجدد وبما يخص الحكومه الجديده. كل سنه وحضرتك طيب ومنور، حج مبرور وذنب مغفور. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. يعني كنا نتمنى نشوف حضرتك معانا هناك ان شاء الله السنه الجايه بقى، او ان شاء الله او ما يتيسر ان شاء الله جايات اكتر من راحات يعني باذن الله. الحكومه الجديده حضرتك كنا بنتكلم فقلت لي احنا عايزين يعني ناخد كده جوله بشكل مختلف. تمام، ايه اللي حضرتك شايفه يعني واقع الخبره؟ يعني انا شايف ان اول سؤال ممكن يبقى مطروح، كيف يحمي الوزراء انفسهم من بطانه السوء؟ ومن ضمن موروثات الوظيفه العامه في مصر بطانه السوء اللي بتظهر فجاه وبتحيط باي مسؤول وبتزين له بعض الاشياء وبتخفي عنه بعض الاشياء، والحقيقه ده الخطر اللي بيهدد اي وزير. واحنا فاكرين الفيلم المشهور الواد محروس بتاع الوزير، فعندنا كل وزارة يعني بنلاقي كم واد محروس زي دول، يبدأ بقى يفرش الأرض بالورد والنفاق والتزلف والرياء ويعني ويضلل هذا المسؤول. فهنا طبعا أنا واثق إن الوزراء خصوصا الجدد عندهم قرون استشعار، هيقدروا يميزوا ما بين الواد محروس وما بين الناس الجادين، لكن دول خطر حقيقي. هم يعني بتبقى في مواصفات لهؤلاء بطانة السوء. أول مواصفة النفاق بلا حدود، وبعدين النفاق في إيه يا أستاذ كرم؟ يعني النفاق يعني أنت برضو يعني ملاحظ ده كتير، إنه فكرة النفاق يعني أنا أوافقك على كل حاجة، ولا النفاق أنت بتلاحظه إزاي؟ يعني النفاق اللي هو إيه، همسات سعادتك، أوامر، كلمات سعادتك، أشعار، يعني هي عبارات يعني ممكن تكون ظريفة إذا المسؤول ما صدقهاش، لكن مصيبة سودة لو صدق إن همساته أوامر ولمساته تعليمات، لا تبقى مصيبة سودة. لكن أنا أعتقد إن يعني لا ما مش هيصدقوا الكلام ده. فدي من ضمن الطقوس، من ضمن الطقوس أبدأ أعمل كده خيوط عنكبوت ذهبية للموجود، أبدأ أقول له بقى يعني السيارات كذا والمكاتب كذا والمنافع كذا، لا كل وظيفة ليها الضوابط بتاعتها فالالتزام بيها وما اسمعش لده بقى، ما اسمعلوش. يعني أنا أقول لك مثلا مثل حصل من 20 سنة، جاء أحد المستشارين دخل لأحد الوزراء قال له أنت ليك مستحقات مالية كذا 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 كذا، فالوزير قال له ده مش قانوني، قال له ده انت لو ما خدتش الفلوس دي يبقى تصرفك غير قانوني. قال له يا شيخ كده، قال له قال له طب هات. فبتبقى دي برضو في بعض الناس وهي بتبقى تصرف مش قانوني اصلا، والتصرف مش قانوني بس يعني هو لازم الوزير يقبض عشان اللي وراه يقبض بالظبط كده. فيعني ايه يعني احنا كل وظيفه ليها مقرر مالي الالتزام بيه. القرار يعني نظافة اليد، ما خدش مليم زيادة ولا مليم أقل، أخد حقي وخلاص. إيه الحاجات الحواشي اللي بتتعمل في الجنب بقى، بدل مش عارف إيه وبدل إيه وبدل إيه وما أكثرها، لا اقفل عليها بقى. أدخل كده أقول إيه، أدخلها بسلام وأخرج منها بأمان. فبتبقى دي من ضمن الأشياء المهمة. من ضمن الحاجات برضو اللي بتبقى بطانة السوق ان يبدا يفتش في اللي فات وينقف فيه ويهيل عليه التراب
حتى يقدم أوراق اعتماد للجديد. يعني قول له شوف اللي فات ده كان خاربها وكان منيلها وكان بيعمل وكان بيعمل. فيظن أنه إيه أنه يعني أن ده راجل عالم ببواطن الأمور وبتاعه. يعني أنا عاجبني لفظ يعني أن تابع لي. لا التابع ليك هو اللي بينصحك في الحق وفي العدل. من ضمن برضو بطانة السوق ضرب الأكفاء في العمل. يا ساتر. عن طريق بقى الزنب. واحنا عارفين يعني لفظ زومبا ده لفظ متعارف. وفي ناس يقول لفظ دارج زومباجي. الزومبا ما تبردش لو بدرت لو بردت ما تبردش. ويقول لك الزومباجي برضه في كلفظ دارج. ويا ما ضحايا راحوا بالزنب. يا ما ناس اكفاء راحوا بالزنب. والانسان الكفء في الوظيفه تلاقيه قليل الكلام، وبالتعبير الدارج ما بيعرفش يتنطط، ما بيعرفش بقى ايه ينافق ولا يزين الباطل. فدول بيبقى موجودين فعلا. انا عجبني بعض الوزراء في الفتره في يعني الجداد انهم يعني اغلقوا اذانهم وبداوا يبتعدوا او بداوا ما يستقبلوش الناس دي. لكن شفنا برضو يعني ناس مستنيين والمواكب الحمامة ما فيش مانع. بس يمكن ده طبيعي. ده طبيعي. هي الفكرة كلها تقييم المسؤول نفسه بقى هو كده. تقييم الوزير ما فيش مانع. اعمل اللي انت عايز تعمل. بس يعني كل ان احد الوزراء النهاردة، انا قريت النهاردة رمش حقيقة الدائي، ان احد الوزراء دخل لقى كمية كبيرة جدا من المستشارين اللي على المعاش بيعملوا في الوزارة، فقال لا انا مش عايز الوزراء المستشارين دول خالص. قيل انا قريت ان وزارة التموين لا مستشارين كتير. لا طبعا. يعني انا ده قراته يعني، ولقى مستشارين كتير. فقال ما اعرفش حقيقه ده ايه، لكن الناس برضو كانت بتشتكي قبل كده ان في وزراء كثر في مستشارين كثر في وزارات، في حقائب وزاريه كتيره. وانه مثقله. طب ده انا عاجبني جدا التوليفه بتاعت الشباب يا استاذ كرم. محافظ بحيره 37 38 سنة. ما هو بقى يعني احنا نتكلم النواب والوزراء. يعني انا اقصد الشباب لمانه خالص. عدد كبير. ويعني انا عايز اقول برضو انه انت فتحت شرايين العمل السياسي باعداد كبيره جدا من قبل كده. الوزراء من قبل كده. التشكيل الجديد كمان كان عدد أكبر الوزراء وعمل. وعدد نواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين عدد كبير. وفيهم عناصر الشباب. صحيح. انت بتفتح شرايين العمل السياسي. يمكن اتذكر ان دي كان تجربه عملها جمال عبد الناصر في الستينات. اما ضاق بيه الامر فراح جاب اسماء زي اسماعيل صبري عبد الله وفؤاد مرسي والكلام دول، وكانوا شباب في غضون سنوات قليله اصبحوا نجوم. واصبحوا هم اللي بيشكلوا الحكومات لعشرات السنين. فده انت بتعمل احتياطي استراتيجي من الخبرات. أيوة. هتستخدمهم. أيوة. يعني أيوة. بعضهم. أيوة. غير مكتمل الخبره. أيوة. لكن هو مش هيكسب احتكاك. الخبره اهو كده مش هيكسب. الخبره بالنظريه. لا هيكسب الخبره في مجال العمل والاحتكاك. ويخطئ ويصيب، بس نتمنى ان تكون الاخطاء قليلة، ما تبقاش أخطاء جسيمة. الأمر المهم أنه الاستعانة بالخبرات، أهل الخبرة. يعني كل وزير يبقى يعني أنا شباب كده، بس لازم يكون عندي خبرة. حد برضو ملم الشباب. يعني القطر مندفع، القطار مندفع. أهل الخبرة اللي هو بقى بيظبط المسار حتى لا يخرج عن القضبان. فهنا هذه المزجة السحرية ما بين حماس الشباب وما بين أهل الخبرة، دي اللي بتأدي في الآخر إلى توليفة يعني وزارية مظبوطة على قد الحال. النقطة الثانية برضو بالنسبة تعامل الوزراء مع الإعلام، يجب أن يكون في منتهى الوعي. منتهى الوعي يعني قبل أن تصرح تعرف ماذا تقول. ده مهم جدا. لا تسرف في الوعود، لا تدلي بآراء غير مدروسة، ولا تدري بتصريحات لأن كله بيتسجل. فهاجة كمان وما تدخلش نفسك في قضايا مش بتاعتك. يعني مثلا يعني ما تجرش على وزارة تانية. يعني مثلا أحد الوزراء اتكلم كلام كويس أو بعدين قال تصريح كده أن يعني أنا ما أعرفش مدى دقته، يعني أنه خلي التاكسيات من غير سواقين والسوبر ماركت من غير عمال. فالسوشيال ميديا المتوحشة خلت ده ترند والناس عماله. انا بجد انا يعني رجعت للتصريحات، ما اعرفش هو قال ده ولا لا. حتى لو كان قالها
يعني هو حديثه نص ساعة بيتكلم كلام كويس فجاء كلمة دي 45 ثانية فالسوشيال ميديا سابت ده كله سابت ده وراحت واخدة ده فخلي بالك من السوشيال ميديا ومن التصريحات اللي بتتقال وأنت تتحدث اعرف ان في وحوش متربصة بيك وبتنتهز اي فرصة انها تلتقط جملة شاردة او عبارة ملهاش معنى فتعمل ده بيبقى مهم جدا التعامل مع الاعلام الامر الثاني بقى طب ما يبقى برضو هل انت حضرتك مع ان كل وزارة بقى لها متحدث اعلامي ملم ومكافئ زي ما حضرتك تفضلت كده ياخد باله برضو من احنا وحشنا المتحدث الإعلامي الرزين الفاهم المدرك المتعمق شوف انت حضرتك قلت ايه الفاهم الرزين المتعمق دي مواصفات للمتحدث الإعلامي ولازم يتم تدريب المتحدثين الإعلاميين في الوزارات تتعمل لهم دورات تدريبية عشان يعرف هيقول ايه وما يقولش ايه زمان مثلا في فترة كانوا بيجيبوا بتوع البي بي سي صحيح الاذاعه البريطانيه بيقعدوا يدربوا الناس صحيح. وطريقه اي بي سي وطريقه مش عارف ايه فكان بيبقى عارف ازاي يتعامل لان الكاميرا دي شرسه طبعا شرسه ده طبع. ممكن يعني مثلا واحد ملامحه مش حلوه صحيح. تخليه صحيح. او واحده مش حلوه تخليها ملكه صحيح. جمال والعكس صحيح. فالكاميرا تحب وتكره واذا احبتك قدمتك للناس واذا كرهتك مهما قلت ما فيش فايده فدي برضو اهو كده فدي برضو مواصفات عمليه مكتمله وبعدين المتحدث الاعلامي يجب ان يكون له حريه الحديث يعني ما يبقاش مقيد خايف من معالي يعني لازم في كل حاجه يرجع للوزير هو برضو عنده ملكه اللقطه افوضه في الحوار في نقاط معينه وده لا يمنع برضو ان الوزير في بعض الاحيان لازم يتكلم ويوضح للناس وبتاع بس برضو يبقى في حدود أن يتعامل مع هذه الآلة الإعلامية الجهنمية بوعي يعني لا أدري بتصريح الآلة الإعلامية الجهنمية ووصف الكاميرا دي بأنها كاميرا متوحشة طبعا فنخلي بالنا بس الناس فاكرة أن احنا لما بنقعد هنا بنبقى يعني لا احنا بنبقى يعني جوانا حاجات كتير جدا الناس بتبقاش واخدة بالها منها لأنك أنت بتحافظ على كل حرف بيطلع وعلى كل حركه انت بتعملها وانتوا برضو كمشاهدين انتوا جبارين لما زعل خصوصا برامج الهوا الهوا ده الكلمه زي الرصاصه خرجت من فوات البندقيه مش هتعرف ترجعها تاني واللي قاعدين بقى يعني ايه مستنيين الطلقه دي هتروح فين صحيح. فهنا الاعلام التعامل معاه لا محتاج التعامل معاه زي ما قلت بذكاء وخبره ووعي وهدوء ما بقاش منفلت لان ممكن اقول تصريحات مثلا بتيجي بعض المواقع او بعض البتاع يقول لك الاسعار انخفضت في الاسواق بنسبه 40% فطب 40% ازاي يعني ما هو المواطن ربه البيت او الست او الاسره بتروح تشتري لو لقيت الاسعار انخفضت هتصدقك لو لقيت الاسعار ما انخفضتش مش هتصدقك هتبقى انت في نظرها صحيح. يا الواقع يبقى هنا التصديق اما اجي مثلا اقول البطاله نزلت بنسبه 80% ولا 40% ما هو الاب اللي عنده 3 عيال عطلانين صحيح. في البيت لو صحيح. اشتغل منهم واحد او اتنين صحيح. هيصدقك صحيح. انما قاعدين في البيت مش هيصدقك فهنا مصداقيه الكلمه عدم الاسراف في الوعود وانا عايز اتكلم عن النقطه دي الشيء بالشيء يذكر يمكن الرئيس في حديثه مع الناس بيتكلم في حقائق بتصل الى حد الصدمه يعني بيصدم الناس بحقائق لكنها واقعيه ورغم انه يعلم جيدا ان ده ضد الشعبيه وضد الجماهيريه يعني في تصريحات معينه ممكن تسحب من رصيد الشعبيه هو لا يبحث عن شعبيه ولكن بيبحث عن الحقائق ومصارحه الناس وان الناس تبقى عارفه ايه الارضيه اللي واقفه عليها عشان يمكن التعامل مع هذه المشاكل فهنا برضو مطلوب من الساده المسؤولين ما تديش وعد يعني مثلا ازمه الكهرباء الوزراء الجداد اول ما جم قالوا احنا اخر 7 واخر 8 انا كنت اتمنى يعني طبعا دي سياسه حكومه لكن كنت اتمنى ان وزير الكهرباء وزير البترول يقعدوا مع بعض يشوف الامكانيات ايه في ضوء هنوفر ايه في ضوء الامكانيات المتاحه وبعدين اطلع بقى بخارطه الطريق ما هو رئيس الوزراء هو قال له ما رئيس الوزراء قال الكلام ده بس رئيس الوزراء قال
انه الاسبوع الثالث من الشهر الحالي اللي هو شهر 7 بالظبط كده. هنقعد بقى ونقول لكم، هو برضو انا عجبني الفكره، انا عجبتني يعني ان هو هقول لكم اليوم يعني رئيس الوزراء يمكن برضو تدارك الامر ده برضو يعني خلينا نتكلم بصراحه بقى. واحد قال انه احنا عايزين نوصل ب 30 مليون سائح. عجبني رئيس الوزراء قال عشان اوصل ل 30 مليون سائح لازم تبقى عندي غرف فندقيه، الغرف الفندقيه اللي عندي 12 13 مليون. لازم يبقى عندي وسيله السواح دول. يعني في الدول الاخرى السائح بيستخدم القطر، الباص، السيارات بيدخل، لكن احنا عندنا هنا ما فيش سائح بيجي مصر الا عن طريق الطيران. فلازم هل عندي خطوط طيران كافية ان استقبل 30 مليون؟ يعني كل شهر كام؟ 2.5 مليون عندي خطوط طيران. يعني لو حسبتهم في اليوم يعني هتطلع عدد كبير جدا. فاذا دي كانت الفلسفة، ربط السياحة بالطيران، لان الاتنين مكتملين مع بعض. دي دقة التصريحات ودي البيانات اللي عايزينها تبقى منهج للحكومة في الفترة القادمة. كل كلمة وكل لفظ وكل وعد ابقى انا عارف ميعاده ايه وتنفيذه ايه. انت عندك مشكلتين بتواجه الحكومة، الاولانية الكهرباء وماشيين في الخطة، والتانية الاسعار. برضو يمكن رئيس الوزراء الشيء بالشيء يذكر كان قال يعني احنا غير الإتاحة، إتاحة السلع، لا المرحلة الجاية ضبط الأسعار. وده كلام مهم يمكن أنا بسمعه لأول مرة، يعني إن يبقى في ضبط للأسعار، يبقى في ضرب على أيدي الجشعين. أنا موفر السلع، لكن موفر السلع بس في مضاربات وفي أسعار غالية وما فيش محاسبة وما فيش رقابة. دي كلها أدوات لازم يتم تفعيلها عن طريق وزير التموين وعن طريق الأجهزة الرقابية، تبقى منظومة واحدة متكاملة، غرفة عمليات واحدة تدرس الموضوع وتنزل. لأن طبعا هي مشكلة مش سهلة. يعني أنا معرفش عدد التجار في مصر كام، 5 مليون ولا 50 مليون، فمش هتقدر تحط عسكري قدام كل بوتيك. أنا آسف في اللفظ، بس السريحة بقى أكتر من البياعين نفسهم. وأنت بتلاقي في الحارة أنا بنحكم البياعين اللي هم ليهم محلات، لكن البياعين السريحة ودول برضه بيتحكموا في الحارة. أنا في الشارع دلوقتي. فهي إذا منظومة برضه. طب هنا المشاركة المجتمعية، الجمعيات بتاعت حماية المستهلك، الجمعيات بتاعت مقاومة الجشع، ما هو لازم يبقى في حياة كريمة منظومة. دلوقتي عاملة منظومة كريمة مختلفة خالص، ونظام الكراتين اللي هي كل شهر بتطلع، ونظام المساعدات للأسر غير يعني معلن عنها بتطلع. أنا عايز أقول لك حاجة بقى، كان في فيلم زمان أنا مش فاكر اسمه إيه، بتقول له اللي ملوش أهل مين أهله؟ الحكومة أهله. أظن فيلم أفتكره دلوقتي، فاطمة أو حاجة كده، تقول له اللي ملوش أهل الحكومة أهله. خلاص ما عادش الكلام ده دلوقتي. الحكومة مش أهل حد، ده في يعني في تلاحم متكامل كتير، وفي مستثمرين كتير، وفي برضه تجار يعني معدوم الضمير بيشتغل في حته تانيه. النظريات بتاعت العقد الاجتماعي بتاعت جان جاك روسو، انا هاخد السلطه، الاشتراكيه بتاعت زمان خلاص بتاع بقى. لكن خلاص يعني الاشتراكيه اللينينيه الماركسيه، انا هاخد منك ادوات الانتاج وبتاع واوفر لك السلع. ما عادش بقى دلوقتي في مشاركه، خصوصا ان يمكن من ضمن الاشياء برضه اذا كنا نتكلم عنها حته وزاره الصناعه. الصناعة احنا عارفين مشاكل الصناعة كتير جدا، وهي القاطرة اللي هتشد الاقتصاد المصري. انت عندك مصانع معطلة، في عجز في المواد الخام، الصادرات بتعاني من مشاكل كتير جدا، الواردات الفاتورة جالية. فانت جه الوزير يعني كامل الوزير يعني اعتقد النهضة الكبيرة، الثورة اللي عملها في السكة الحديد هيعملها في مجال الصناعة. يعني احنا كان عندنا تصور ان السكة الحديد لن تقوم لها قائمة حتى لو جبت 100. هندلنا في حوادث عربية. ليه بقى؟ هي مش فكرة ان العربيات المتهالكة او السكة الحديد القديمة اللي ما اتغيرتش، دي فكرة الانسان كمان اللي كان بيشتغل في السكة الحديد كان متهالك. وكانت يعني عدد كبير من العاملين، مش كل العاملين طبعا، العمال في السكة الحديد يعني دول عصب الحياة، لكن كان في بعضهم متهالكين، مفيش تدريب، مفيش تعليم، الدخول منخفضة، بيعانوا من مشاكل كتير جدا. فطبعا لما جه الوزير كامل الوزير بدأ يعتمد على التنمية البشرية والتدريب ورفع المستويات المعيشية، وبدأ يستعين بشباب يتم تدريبهم في الأماكن العسكرية عشان تخلق
عامل منضبط عارف القوانين وعارف الضوابط، فإحنا ملاحظين أن بدأت القطارات تنتظم وبقت على أعلى مستوى. صحيح. القطارات صحيح. بدأ القطاع نفسه كله، القطاع نفسه انظمت، شرايين الحياة اللي دبت في البلد، شرايين النقل والمواصلات والكباري والناس واخده، كانت واخده الكباري دي فكاهه كده. بس ده انت بص، انا كنت في يعني في دوله عربيه من فتره كده، فمن المطار لحد الفندق اللي انا في مسافه يعني بسيطه، يعني زي مثلا من التحرير للعباسيه خدنا ساعتين ونص. فالضيف اللي جنبي بيقول لي ايه، معلش احنا اسفين وبتاع المشاكل المرور عندنا زي القاهره. انا ضحكت قلت له القاهره لا ما عادش فيها الكلام ده. قال لي ايه والله، ده انا خدت الطياره، نزلت من الطياره من المطار لحد التحرير في نص ساعه. في ملحمه في موضوع الطرق، ملحمه. فطبعا انت اما بتنزل كده، اما بتبقى في دوله بتبص الشوارع شكلها، وبعدين تنزل من المطار، الله دي شوارع ست حواري وسبع حواري وثمان حواري. الدلوله فاكر معلش هنخرج عن السياق شويه، عبد الحليم موسى كان وزير عبد الحليم موسى كان وزير داخليه، فجابوه عملوا له استجواب في الثمانينات في مجلس النواب في مجلس الشعب، بيكلموه عن ازمه المرور والكلام ده. قال لهم بصوا، ازمه المرور الشوارع بتاعتنا متخططه على ان جمل، بنفس التعبير، جمل رايح وجمل جاي، لو جملين جم عدوا مع بعض هتحصل مشكله. واحنا جبنا خبراء قالوا ايه سيبوها. وكانت التقارير اللي بتقول ان مصر في القاهره خلال فتره معينه هتتحول الى جراج مغلق. صحيح. ما حد هيعرف يتحرك، من اسوأ مدن العالم في المواصلات وفي التلوث. انت الامراض اللي بتاعه الناس دي لو كان استمر الحال يعني. فانت عندك ايه يعني، اديك شفت المرور ده، انت عندك الدائره وعندك مش عارف محور ايه ومحور ايه، بقيت وبقى عندك ما شاء الله يعني شيء بشيء يذكر برضو، يعني زي ما بننتقد والاسعار والكهرباء والبتاع، انت دلوقتي تطلع من مدينه ناصر بتيجي اكتوبر في كذا طريق، مسار ليك كذا طريق، والمسار كله انت ساعه بالكتير تكون في مكانك في اكتوبر. بص، من سنوات قليله انا كنت مثلا باجي من المعادي للتجمع الخامس، كان طريق واحد مش متسفلت والعربيات تجاهين. شوف دلوقتي كم طريق بيودي للتجمع الخامس، 10 طرق ما شاء الله، 10 طرق شرايين اتفتحت. التجمع الخامس دي اللي كانوا بيعتبروها منطقه نائيه بعيده بقت وسط البلد. صحيح. دلوقتي صحيح. والزحمه اللي فيها. صحيح. فدي طبعا يعني الناس يقول لك اصل احنا عملنا طرق يا جماعه، الطرق مش الهدف منها ان تمشي على عربيات، مش تمشي عربيات تنور وتطفي، لا ده الطرق دي معموله دي راح كل طريق بيبقى عليه مجتمع عمراني. صحيح. اعمل الطريق هتلاقي فيه مجتمع عمراني نجح حوالين الطريق. صحيح. زي مبانا لما عمل مصر الجديده. صحيح. كان جاب المترو من عند العتبه وداه مصر الجديده، كانوا الحته بتاعت مصر الجديده بيقول لك مزرعه الكلاب الضاله والوحوش، عمل ارقى مجتمع لان عمل المترو. صحيح. فهي يعني دي هي الفلسفه. فده التغيير. لو بصيت بقى يعني ايه برضو الشيء بيذكر، انت في 3 يوليو 2011 كان البيان بتاع الرئيس بيان انقاذ مصر، لا 3 يوليو 2013 بيان انقاذ مصر من العصابه الاخوان اللي كانت بتوعكم. 3 يوليو 2024 كان تشكيل الحكومه. ال 11 سنه دول يعني لو انت بصيت عليهم بنظره موضوعيه عشان تعرف انت كنت فين ورايح على فين، ال 11 سنه دول مفيش لحظه فيهم ضاعت من غير عمل شاق. كله موجود. لو بصيت لل 11 سنه اللي كانت موجوده يعني كيف تسلم الرئيس هذه الدوله، هو ما خدش دوله غنيه ولا دوله ناهضه ولا دوله فيها البترول بيتدفق، ولكن اخذ دوله فقيره ومنهاره ومرشحه انها تكون من الدول الفاشله. كل العالم دول فاشله، كان يعني اكثر المتفائلين بيقول لك امن واستقرار هذا البلد لن يتحقق الا بعد 30 سنه. 30 سنه ليه؟ على غرار الثوره اللي حصلت في اوروبا في القرن ال 17، قعدوا يتحاربوا مع بعض لمده 30 سنه، وبعدين قعدوا دخلوا غرف كلهم مهزومين يتصالحوا يضعوا النظام الجديد. كان مخطط لمصر كده، ان وده قالته كنت داليزا رايس قالت ان الاوضاع هتستقر في مصر يعني هتستغرق 30 سنه. فانت قدرت في 11 سنه
يعني تلم شمل البلد وتلم شمل الناس. وانت يمكن شفت ايامها اما وقف كان في بعض المشاكل فده وارد يعني جدا يعني في اي اصلاح بيتم. اهم مشكله كانت الاستقرار بيتم. انك ما فيش تنميه ولا بناء. الارهاب اللي كان موجود في شمال سيناء الارهاب اما وقف احد المستشارين الاجلاء في مكتب في مجلس الشعب الاخواني وقال لك احنا غلطنا ان ما عملناش فيهم يعني القوى المضادة زي ما الثوار في ليبيا عملوا في القذافي. كنت عايز تعمل يعني تقتله وبعدين تحطه في عربية خضار في احد الاسواق والناس تيجي تتفرج عليه وتبصق عليه من الرائحة الكريهة. هو ده المستقبل يعني؟ ده انت رجل محامي وقاضي واقسمت اليمين انك تحترم الدستور والقانون. جيت نقضت العهد وطالبت بان بقى القتل خارج اطار القانون. واسمعنا بقى محاكمات نوريمبرغ وجنوب افريقيا يعني كده. ده كانت الدنيا. لو اريقت الدماء في الوقت ده كان زمان الدماء بتملا الشوارع حتى الان. فهنا انت قدرت تلم الشمل. قدرت. طب تذكر العربيات اللي كانت بتتسرق وبعدين تعدي الحدود تروح الناحيه الثانيه تروح غزه او غيره. الكلام ده بياخد جهد مش جهد زمني بس. ما هو جهد 400 تفكير مليار وجهد مالي وجهد خططي وجهد زمني كمان مع الوقت. انت من حاجه مفيش حاجه. وبعدين يعني انت 2013 انت واخد شمال سيناء الدنيا هناك يعني 2013 شمال 2014 شمال سيناء اما وقف لحد 2021 وقف احدهم قال لك ده احنا هنخليها بحور من الدماء قال لك هنخليها وطن ولايه من الولايات كل ولايه ولايه اعلان قيام ولايه سيناء كان يجيب لك يجيب لك العالم. كل بقى الارهابيين ما هو الرئيس المعزول لما راح روسيا قابل بوتين عرض عليه قال له احنا ناخد شويه من بتوع الشيشان والبتاع اللي تعبينك مقابل انك تبارك لنا عمليه الخلاف فهاتهم بس في سيناء. حد تاني قال لك ده احنا هنجيب كل الارهابيين من كل دول العالم نقعدهم. فكان في ارهابيين فوق الارض وتحت الارض يعني كانت معركة شرسة واستغرقت سنين. هي المعركة انت تضحيات ودماء شهداء غير التكلفة يمكن 400 مليار دولار. ال 400 مليار دولار انت لو ضختهم في شرايين الاقتصاد المصري كنا هنبقى في وضع تاني. يعني انت كانت البلد دي نهضت نهضة كبيرة. وفي الوقت ده انت مستلم البلد لا مية ولا كهرباء. الناس دلوقتي ايه بتشكي من الكهرباء ماشي وشكوى مشروعة وشكوى عقلانية لكن والاسعار برضو مشروعة والاسعار لكن هي الـ يعني انت هل هذه المشكلة مزمنة؟ لو أزمة الكهرباء مزمنة مش هتحلها غير بعد 10 سنين. لكن يعني انت بدأت بقى تدخل صفقات الغاز فهتقدر تحلها في مدى زمني قصير لأن عندك الإمكانيات وانت وقف على أرض صلبة. فدي فرق ما بين الأمراض الاقتصادية المزمنة اللي ملهاش علاج اللي كنا مصابين بيها وما بين الأعراض الاقتصادية الطارئة اللي ممكن تتعالج معها. ده اللي دي الروح اللي انت يعني تفجرت في 2014 وامتد لحد 2024 يمكن وحضرتك شايف ان هي نفس الروح اللي اختار توقيت التعديل وزير في نفس التوقيت يمكن كان بيستلهم الخطوط الاساسيه يعني يعيد احياء يعني الهويه الوطنيه والروح الوطنيه جوه الناس يعيد احياء الامل يقول لهم طب شوفوا احنا كنا فين وبقينا فين صحيح. دلوقتي وان شاء الله اللي جاي احنا هننطلق ليه باذن الله. قضايا اخرى هنحط ايدنا عليها وهيتحدث فيها ضيفنا الكريم الاستاذ كرم جبر. هناخد فاصل ونرجع لحضرتك. نكمل مع حضراتكم حوارنا مع الأستاذ كرم جبر وبنتكلم في شخصية الحكومة الجديدة وشخصية الوزراء الجدد. خليني برضو قاعدين متعود مع حضراتكم كده مع الأستاذ كرم إن احنا يعني بنحط إيدينا على بعض الأمور كده. والحقيقة أنا يعني كنت يعني بستلهم الكلام اللي قاله سيادة الرئيس قبل كده من فكرة أنتوا ليه ما بتكلموش الناس؟ أنتوا ليه ما بتوضحوش الحقائق؟ قالها كذا مرة في اجتماع. تمام. وفي بعض القضايا الحقيقة ما بتبقاش منتظرة انه اجتماع يحصل. سيادة الرئيس رد. سيادة الرئيس امبارح كان بيتكلم على فكرة انه احنا
عندنا كل الشفافيه وهنعمل مؤتمر صحفي كل اسبوع وهرد على كل الاسئله واقول وبعدين اشغط هذا ان حد ان لما نلاقي حاجه احنا يعني في مشكله بالنسبه لنا فيها لا نرد. ايه لفت نظر حضرتك بالنسبه للتشكيل الحكومي بالنسبه للجدل حوالين حاجه معينه؟ حضرتك كنت بتتكلم يعني بنتكلم سويا على وزير الاوقاف مثلا الدكتور اسامه الازهري وحضرتك شايف انه عليه حمل كبير قوي وانه الموضوع مش مجرد وزاره بقدر ما هو تشكيل وجدان المصريين وتغيير الخطاب الديني صح كده؟ ربنا يعينه. اصعب القضايا قضيه تجديد الخطاب الديني، وعلى فكره يعني الامر بيشبه زي السلك العريان، سلك عريان تجديد الخطاب الديني اللي بيقرب منه دون وعي ممكن يتكهرب، واحنا شفنا تكفر طه حسين وتكفر العقال وشيوخ الازهر اتكفروا، وتجديد الخطاب الديني في الموروثات القديمه كانوا بيروحوا يقعدوا في المساجد لا يذهبوا الى منازلهم بالايام والشهور، يقعدوا في مناقشات صحيح بيغلب عليها الشجار اكتر من الاتفاق، والاخر بيطلعوا بلا شيء. لكن وزير الاوقاف على الاقل، وزير الاوقاف الحالي على الاقل امامه بعض الملفات اللي تم حسم امور كتير فيها، وعليها ان يرسخ ما تم حسمه في الفترة القادمة، وتبقى خارطة طريق وزارة الأوقاف في الفترة اللي جاية بعض القضايا التي حسم الجدل فيها. أولها العلاقة بين المسلمين والأقباط. إحنا زي ما قلنا قبل كده إن إحنا دلوقتي بنعيش عصر ذهبي صحيح. خلاص نامت الفتنة الطائفية ما بقاش. ليه بقى؟ لأن الدولة بتستخدم سيف القانون للتعامل مع الخلافات، ما بتقولش بقى ده مسلم ولا ده مسيحي، لا أنت مصري مسلم مسيحي ارتكبت مخالفة صحيح. فأنت هنا كنا بنسمع في بعض المواسم ما تهنوش الأقباط في أعيادهم، دفعهم الجزية، خلاص القضية دي خرجت ولن تعود. فهنا وزير الأوقاف عليه أن يركز في هذا الملف، التقارب الحقيقي والفعال بين عنصري الأمة. وفضيلة الإمام الأكبر يعني والبابا توادرس بيلعبوا دور مهم، فتبقى المنظومة دي مهمة نرسخ هذه المفاهيم. مفيش حاجة اسمها فتنة طائفية تانية هنرجع لها. حتة بقى الفتاوى بتاعت اللي بتثير الفتن وتشق الصف بين الاثنين، لا التعامل معها بشدة وبحسم وبعزيمة عشان ما نرجعش للحكاية تاني. أمام وزير الأوقاف برضو هي بعض الفتاوى اللي بتهين المرأة وبتقل من شأنها، ودي منتشرة كتير جدا، وهم المتطرفين بيحاولوا انهم يرجعوا للمجتمع ولو من خرم إبرة. خرم الإبرة ده القضايا المتعلقة بالمرأة. الإسلام كرم المرأة ورفع شأنها، لكن بعض الفتاوى يعني بتهينها وبتحط من قدرها. المرأة المصرية تجاوزت هذا الأمر وألقت بكل هذا التخلف خلف ظهرها، يجب أن نساعدها بقى بآراء دينية مستنيرة. أنا عجبني شيخ الأزهر أما دافع عن المرأة غير المحجبة، لأن الإيمان في القلب وليس في الحجاب فريضة وكل حاجة، ولا نعترض ولا، ولكن ما يبقاش وسيلة لإهانة المرأة غير المحجبة، لأن الإيمان بيبقى في القلب. المرأة اللي عايزة تتحجب هذا شأن ديني وشأن عظيم، وشأن احنا بنحفز يعني بنشجعه، وكلنا على فكرة في بيوتنا أمهاتنا وبناتنا محجبات يعني ما فيش غضاضة، لكن ان ده يبقى أمر لإهانة النساء الأخريات لا. فهنا يعني هذا الطيار يجب. حتة الهوية الوطنية، أيوة حتة الهوية الوطنية دي من أهم الأشياء. الهوية الوطنية بمعنى ان ما فيش تعارض ما بين الأديان والأوطان، بس ده هو مش مرتبط بالوزارة نفسها، وزارة الأوقاف نفسها بقدر ما مرتبط، الله ينور عليك، منظومة. لكن يعني أنا عجبني أن مثلا إيه نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، يبقى معاه كذا وزارة، ومعاه التضامن ومعاه الشباب ومعاه الأوقاف ومعاه التعليم ومعاه كل ده، مع وزير الصحة في التنمية البشرية، وزير الأوقاف اللي هو بناء الإنسان، بناء الإنسان. وزير الأوقاف بيبقى مطلوب منه ضبط إيقاع أئمة المساجد والخطب اللي بتتقال في المساجد، يبقى خطاب تنويري، والتنويري مش بغرض المساس بثوابت الدين، ولكن احنا بنتكلم في المسائل اللي بتقبل النقاش، لكن ثوابت الدين لا أحد يقترب منها. فدي مسؤولية وزير الأوقاف يعني ضبط هذا الخطاب. كل جمعة لازم تبقى في قضية بتشغل بال المجتمع،
وبيتم تناولها بقى باسلوب واقعي مش باسلوب انشائي ولا يعني تنظير ولا الكلام ده. مع ان احنا بقالنا 1445 سنه على الهجره ما عنديش مشكله في ده وما عنديش اي غضاضه انك تطرح كل ما سلف، لكن ما تنساش العصر اللي احنا عايشين بالظبط كده. مثلا مشاكل الشباب اين هي من الخطاب الديني؟ انت عندك يعني بتظهر انواع من الزواج وزواج دي برضو مش مشكله وزاره الشباب ووزاره التربيه والتعليم، ما احنا لازم منظومه تتكامل اللي هي يعني انا بس ايه هي فيها جانب ديني وجانب اجتماعي يعني وجانب اقتصادي برضو، لكن احنا بنتكلم عن اداء متناغم تمام للوزارات كلها. طب ايه الوزاره اللي حضرتك شايفها بحكم خبرتك الصحفيه الكبيره، ايه الوزاره اللي حضرتك شايفها او الوزارات اللي حضرتك شايفهم انه لازم يوميا او في اتصال دائم؟ مش كل الوزارات بص هي رقم واحد وزاره الصحه، وطبعا يعني انا اشيد بقرار النائب وزير الصحه يبقى نائب رئيس وزراء للتنميه البشريه. بناء الانسان السليم بيبدا من حكايه الصحه دي. يعني زمان مثلا انا كنا بنشتغل في الصحافه فكانت بتطلع بيانات يقول لك العامل او المواطن المصري بيشتغل 27 دقيقه في اليوم. فما بسال انا احد يعني الاساتذه المستنيرين قال المواطن المصري مش كسلان، ده مريض فمش قادر يشتغل. ومريض كان ازاي بقى؟ مريض اجازات كانت الامراض المتوطنه، كان عندك فيروس سي 17 ولا 18 ولا 12% كان عده ملايين. كان عندك امراض القلب وامراض الكلى، يعني انت كان عندك امراض، يعني الانسان المصري ده كان مستودع لامراض متوطنه. انت عالجت فيروس سي. استاذ كرم بيجيب وافي الكلام كده بيفكرنا يعني احنا زيرو فيروس سي مش كده يا ابراهيم؟ طبعا زيرو زيرو فيروس سي. انت اعتقد ان خلال الساحه العالميه انك مصر خاليه من فيروس سي؟ يا نهار ابيض، ده تجربه فيروس سي دي تشيب لها الولدان. يعني المصريين دول كانوا فيروس سي ده ذلهم فيهم وحنى اعناقهم. لا عارف تتعالج هنا ولا بره، وبره انت رايح بقى 27/7 الشهر ده 27/7 اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي في احتفاليه ضخمه جدا. الاحتفاليه دي شوف وده معناه ان انت تجربتك ملهمه. شوف يعني في محاربه هذا المرض اللعين الدوله، يعني انا رايي اذا ما عملتش انجازات وكان هذا هو الانجاز يكفيها بصراحه. انت كنت بتشوف وانا عن تجربه الراجل يبقى عنده فيروس سي فعنده قراطين وجاموسه وحاجات كده يروح يبيعهم ويسافر يركب كبد، وفي الغالب الاكباد كلها بتبقى تلفه ويجي يقعد شهرين ثلاثه يموت يبقى موت وخراب ديار. وبعدين كنت تعدي قدام معهد الكبد في شارع القصر العيني تبكي بالدموع. ناس قاعده على الارض مفترشه الارض كلهم ليهم سمات واحده زي اللي كنا بنشوفها في افلام الرعب، تلاقي بطنه كبيره جدا جدا وشه وبتاع عظم على لحم. احنا الحمد لله رب العالمين. واذا دخل فيروس سي احد البيوت خرج الهدوء والسعاده والفلوس كل حاجه. قبل الحمد كده لله دلوقتي. فدلوقتي انت عملت اكثر استقرار معجزة. الحمد في مبادرات تانية اتعملت في الصحه 14 مبادره رئاسيه 14 15 مبادره، لكن برضو يعني ايه ما هو طمعانين يعني. واعتقد ان ده في حاجات يعني مثلا وده كان اتكلم عنه الرئيس اكتر من مره، مرض التقزم. التقزم يعني انت لما بتقف فعلا يعني بحب اتامل الحاجات دي لما بقف قدام مدرسه اشوف الاولاد والبنات خارجين الاقيهم ايه صحيح. لا محتاجين، وكانوا بيوزعوا على المدارس حديد وفيتامينات ووجبات والكلام ده، محتاجين نوسع صحيح. ده فده اساس لبناء المواطن المصري بقى زي اقول لك العقل السليم في الجسم السليم. طيب في حاجه عايز اشير ليها، طالما احنا بنتمتع بكل شفافيه واحترام، انا قريت من الصبح النهارده انه في تغييرات في المناصب الاعلاميه، وانه في الاستاذ القدير الاستاذ ضياء رشوان هيتولى رئاسه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام خلفا لهذا الرجل القدير ضيفنا الكبير الاستاذ كرم جبر. والحقيقه انا ما كنت بكلمه قبل الهوا نتكلم في هذا الموضوع، انا كنت فاكر ما قلت لا استنى، ما لقيته لا بيقول لي بالعكس كل ترحاب. يعني بص يا استاذ جابر،
المناصب بتروح وبتيجي ومفيش منصب وجد ليبقى. يبقى دي حقيقة لازم نعملها. بيبقى في وقت معين انت بتوصل فيه لدرجة معينة، فحينما تخرج من المنصب بيبقى خارج رفع راسك. ده شيء مهم جدا. انا بالنسبة لي يعني يعني انا بشتغل في الصحافة بقى اكتر من 38 سنة. صحيح. اكتب مقالا يوميا كل يوم من 2005، يعني 20 سنة او اكتر. احسب في 350 مقال في روزا اليوسف وبعدها اليوم السابع والاخبار. فيعني ومن ساعة قرار تعييني توليت مناصب كتير جدا، يعني كل خدمتي في الثلاثين سنة كانت مناصب قيادية، فالحمد لله. فمعنى انه يعني في دم جديد بيجي، في رؤية جديدة بتيجي، في زميل عزيز اخر بيجي له افكاره، لا بنرحب جدا. وانا عايز اقول ان حينما يصدر القرار الجمهوري بالتعيينات انا اول واحد هيبارك له وهروح استقبله واقول له ان في ملفات احنا اشتغلناها وانت تفضل كلمها. هم في يعني في حاجتين قدامك هم مهمين جدا. في اتفاق حصل على موافقة من كل الجهات في مصر والسعودية عشان نبرم هذا الاتفاق ويبقى مرحلة تعاون، وفي اتفاق اخر مع روسيا لإبرام اتفاق إعلامي حصل على كل الموافقات وكنت مفوضا أن أذهب للتوقيع عليه لكن جاي يكمل، ودول الاثنين هيفتحوا مجالات جانب علاقات مهمة مع دولة شقيقة والآخر. كان الوزير الدوسري هنا وكنا حضرنا اجتماع وحضرتك موجود. يعني هو بص احنا يعني كل الموافقات بقى جاهز على التوقيع، ومنه تفويض وزارة الخارجية كمان، يعني الموافقات كلها. التعاون مع الجانب الروسي هيفتح مجال آخر للتعاون في التكنولوجيا والاتصالات والكلام ده. عندنا عاملين استراتيجية إعلامية وعرضت وعلى السيد رئيس الجمهورية كما يقول القانون إن تعرض عليه وأخذت موافقة. يعني في يعني فأنت في النهاية احنا أنا رجل دولة أديت عملي وأنا رجل دولة وأديت عملي وبكل الترحيب، فليأتي من يأتي ونتصافح. لأن في حاجة برضه أنا عايز أقول لك عليها، احنا عايزين يعني نرسخ ثقافه اسمها ثقافه الخروج من المنصب والتغيير. ثقافه الخروج من المنصب جداً. مش معنى الخروج من المنصب ان خرجت من الحياه نهايه حياه، لا دي بدايه عايز. حياه والحياه متكامله الادوار. انا بالنسبه لي انا هرجع للالم لان ده ومكان ما انت موجود معاك ولم الألم. انقطع عن الكتابه طول 35 سنه ما انقطعتش يوم واحد. وطبعا ان شاء الله برضه هظهر معاك. ده يشرفنا بصفتي كاتب صحفي. ده يشرفنا. لا يشرفنا. ربنا يخليك. يشرفنا. دايما بنستمتع بالاستاذ كرم جبر يوم الجمعه. بنحط نقط على الحروف زي ما قلت لحضراتكم، تحليلاته وخبراته وثقافته والمامه، وهو رجل دولة في الأول والآخر الحقيقة، مش المنصب بقدر ما هو كاتب صحفي كبير. فدايما على رأسنا من فوق. إن شاء الله أنا بسعد بحضرتك. لا أنا بسعد بيك وبتشرف بهذا اللقاء الحقيقي دايما يا فندم. إن شاء دايما الله. شوف حضراتكم بكل خير بإذن الله الأسبوع القادم. لكم منا كل الاحترام والتقدير وتصبحوا على خير.